أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
صراخ منك عن سجدي يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم رحماء تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في
وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يشرب بها عباد الله عين يشرب بها الله
فجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس فجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم
أطعمكم لوجه الله. إنما أطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما أطعمكم لوجه الله ولا شكورا. يوفون بالنذر
يوما ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقد
وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. تسمى سلسبيلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا الإنسان ليطغي أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم انقلهم برحمتك من ظلمة القبور وضيق اللحود ومراجع
الجود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المرحومين اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا كريم اللهم تقبل فيه صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا إليك يا رب العالمين اللهم برحمتك وبحرمة هذا الشهر العظيم ارحم فقيدتنا اللهم ارحم فقيدتنا اللهم أسكنها فسيح الجنات اللهم شفع فيها القرآن والصيام وصالح الأعمال اللهم شفع فيها الحبيب المصطفى العدنان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها وألحقنا بها على خير يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أيها المستمع الكريم والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدت زهور السعد غدا مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحسن تيها ونشوة وصار لسان الحور درا منضدا تغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كلنا جميعا كنا مع آيات الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده بالغدو والآصال كلنا جميعا كنا مع قرآن محكم وقارئ مبطن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرأ علينا هذا القرآن العظيم ذلكم العلم القرآني
فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت تحت إدارة وإشراف الحاج عبد المنعم زغزوغ وأولاده المقيمين بمركز ومدينة إيتاي البارود. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.